السلام عليكم، كل سنة أنتم بخير. حلقة اليوم عن الأواني المضادة للصق والمضار الناتجة عن سوء استخدامها. أغلبية الناس بيعتقدوا أنهم إذا استخدموا ملعقة خشبية عند التحريك أو سفنجة عند الجلي بيكونوا عملوا كل الاحتياطات اللازمة لمنع خدش الأواني وتفادي المضار الصحية، وهيدا مش كافي أبدا. في الأواني المضادة للصق إلها شروط استخدام من المهم انكم تتبعوها، ابرزها احترام درجة الحرارة. لما تشتروا اواني مضادة للصق لازم تقروا المحاذير المرفقة معها، خاصة حدود درجة الحرارة اللي بتتحملها. اي تجاوز لدرجة الحرارة اللي محددتها الشركة المصنعة بيسبب تفاعل للمادة المغلفة لسطح الاواني وانبعاث غاز سام ممكن يسبب امراض رئوية. لما تتفاعل المادة المغلفة بتلوث الأكل، واستهلاكها ممكن يسبب فشل كلوي ومشاكل هضمية وأورام سرطانية. هالأواني غير مصممة للقلي العميق على حرارة مرتفعة، يعني مش لقلي البطاطا بل للتنسيف على حرارة متوسطة. بيكفي دهنها بطبقة خفيفة جدا من الزيت بواسطة فرشاية مثل هيدي وتنسيف الأكل على حرارة متوسطة. هالشي بيضمن السلامة، بيمنع اي تفاعل للمادة المغلفة. بس حتى لو احترمت درجة الحرارة، في مواد لازم تتفادوا اضافتها للاكل لما تستخدموا الاواني المضادة للصق، وهي الملح والحوامض مثل البندورة او الليمون او اي شغلة تانية حامضة مثل الخل، عصير الليمون، طماطم، دبس الرمان، او اي مادة فيها ملوحة او حموضة خلال الطبخ بالاواني المضادة للصق، لانه هالمادتين الملوحة والحموضة بيسببوا تفاعل واتلاف للمادة المغلفة حتى بدون حرارة، وبالتالي بينتهي الامر بتلوث الاكل بهالمادة وبتدخل اجسامنا وبتسبب كل المشاكل اللي ذكرتها سابقا. من الامور اللي لازم تنتبهوا لها كمان هي عدم تسخين الأواني لفترة طويلة على الناشف بدون دهنها بالزيت وإضافة أكل. هالشي بيؤدي لاحتراق السطح وحتى الكعب، بتصير غير صالحة كليا للاستخدام. ولازم تنتبهوا كمان من الصدمة الحرارية، لما تكون المقلاية سخنة ما لازم أبدا وضعها فورا بالمي الباردة، هالشي بيسبب التواء بالمعدن وتغير تركيبة المواد. لازم وضع الآنية جانبا حتى تبرد، لما نجليها نستخدم اسفنجة ومش سيفة ومنشفها فورا من الرطوبة لمنع تكون الصدي على سطحها. وبما أني عم بتكلم عن الصدي، ما لازم تترك الأواني بالمجلى لفترة طويلة وهي مغمورة بالمي لأنها بتصدي بسرعة. لازم تجلوها فورا. إذا كنتوا مشغولين وما قادرين تجلوا فورا، فرغوها كليا من الرطوبة، حطوها جانبا، فيكم تجلوها بوقت لاحق بدون أي مشكلة، فهي مضادة للصق وجليها سهل جدا. بالنهاية ما في داعي للخوف من استخدام هالأواني طالما أنكم عم تحترموا شروط الاستخدام. أنا شخصيا بستخدمها، عندي تشكيل كبيرة مثل ما شايفين، شكلها يبدو جديد بس ثلاث سنين عندي، بستخدمها شبه يوميا بدون أي مشاكل طالما أنه شروط الاستخدام محترمة. العلم اتطور كتير بهالمجال، الشركات كل مالها عم تصنع او عم تعمل مواد مقاومة اكثر، وهون المهم لما تشتروا اختيار الشركات المعروفة لانها بتحرص على سمعتها وعندها القدرة انها تقدم اواني مدروسة جيدا في المختبرات وبتضمن السلامة في اطار الاستخدام السليم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، بتمنى توزعوا رابط هالشريط عبر البريد وشبكات التواصل لأكبر عدد من الناس حتى تعمل فائدة. إذا حابين تشاهدوا المزيد ضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب بأي وقت تحت إيها بلانت كلمة واحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.